والدي متوفى من 5 سنوات وعليه قرض للبنك العقاري، هل ينتقل الدين على الورثة؟ وماذا على الورثة عمله؟ الدين ينقسم إلى قسمين، دين حل في حياته هذا عليه ولا تبرأ ذمته، والتأخر يؤاخذ عليه، هذا النوع الأول من الدين. الدين الثاني دين حل بعد وفاته، بعد الوفاة ينتقل البيت والدين إلى الورثة، ينتقل البيت والدين إلى الورثة، وحينئذ لو أن الورثة تأخروا الإثم على الميت ولا لا، الإثم عليهم هم، لأن البيت قد انتقل إليهم وتبعاته، ومن تبعاته بقية الثمن.